أيام العز عادت إلى شارع الحمرة، أجواء من الفن والثقافة والترفيه عاشها زواره. توافد الناس إلى هذا الشارع العريق في إطار مهرجان توت توت عبيروت، مهرجان تنظمه جمعية أحلى فوضى بالتعاون مع جمعية تجار بيروت وبلدية العاصمة، وذلك للسنة الثانية على التوالي. المهرجان اسمه توت توت عبيروت، واللي هو عنوان كيف كانت بيروت قديماً العهد الذهبي. في كثير فنانين من الماضي موجودين على الشارع معنا اليوم، تجار وحرفيون فردوا بضائعهم على مختلف أنواعها. وهي المنتجات كليتها شغلي أنا، شغل بيت، وهي أحلى فوضى، فعلاً أحلى فوضى وحلوة كثير، لتشجع العالم تجي وتنبسط وتغير جو. أكثر شيء عجبني هي النحلة الكبيرة اللي هناك. في تفاعل ولكن مش مثل المتوقع، لازم يكون أحسن من هيك، بس بكل الأحوال جمعت الناس حلوة ويلتقوا الناس على أشياء يعني فيها فن وفيها خير وفيها جمال، بعتقد كتير منيح. عم بحبوا يشتروا، بس كمان كنا متوقعين بعد أكتر، بس عم بنبسط إنه عم بيكون فيها الإعجاب المعنوي كتير حلو عم بيكون. يعني عندك العسل، عندك الفواكه اللي نازلة، بس إن شاء الله يكون بلا كيماوي. أهم شيء أنا بقتل الموارد بعد هالصناعة. ماشي، نعم، على طول عندي موارد، عندي مزهر، عندي 40 نوع أنا من مقدرات كلها. الحمرة استعادت زوارها واستقبلتهم بأبهى حلة.